يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إذا رضوني رضوني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الأئمة العلماء، الإخوة طلبة العلم الشريف، السادة الحضور من المريدين والمحبين، باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الدكتور جمال فاروق جبريل محمود من جمهورية مصر الشقيقة حفظها الله. الدكتور عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف، أيضاً حفظه الله هو مجاز في القراءات العشر من قبل سيد الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ المقارئ المصرية. فمرحباً بكم سيد الشيخ الدكتور بين أهلكم وأبنائكم وإخوانكم وفي بلدكم الثاني الجزائر، فحللتم أهلاً ونزلتم سهلاً. نسأل الله أن يرزقكم طيب المقام بهذا البلد الكريم. آمين. بارك الله فيكم. سيدي الشيخ كان قد أفاد وأجاد وأمتعنا بمحاضرة قيمة كان موضوعها العدل والإحسان في الإسلام التي كانت ليلة الجمعة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. وارتأى فضيلته في هذه الندوة المباركة من الندوات المحمدية أن يكرمنا ويكرم أبناءه الطلبة بكلمة تخص فضل العلم والعلماء إلى غير ذلك، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ لمنتهاه، ونبرأ من كل حول وقوة إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد البشير النذير صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم يا من جعلت الصلاة على نبيك الأعظم من القربات، فإنا نتقرب إليك في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك وفي هذه الزاوية العامرة بالعلم والذكر وقراءة القرآن وفعل الطاعات والخيرات والقربات. نتقرب إليك جميعا في هذه الجلسة بكل صلاة صليت على الحبيب الشفيع من أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات، وإنا نسألك القبول في الطاعات والمزيد في الخيرات والقربات
ونسألك العتق من النار، وأن توفقنا لما تحبه وترضاه، وأن تكرمنا في الآخرة بنور العلم وبنور القرآن، وأن تجعلنا في معية عبادك الصالحين من هؤلاء الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعلوم للكافة وللخاصة والعامة ولجميع إنسان، كل إنسان في هذا الوجود أنعم الله تعالى عليه بنعمة العقل، يعلم أنه لا رتبة أعلى من رتبة النبوة. ليس هناك منزلة أو مرتبة يمكن أن تعلو على مرتبة النبوة في هذا الوجود بالنسبة للبشر. ليست هناك رتبة فوق رتبة النبوة. ولذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم سادات البشر، وهم خير البرية، وهم أفضل خلق الله، وأفضلهم جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا. فمل عن الشقاق. فإذا كانت رتبة الرسالة أو رتبة النبوة هي أعلى رتبة بالنسبة للبشر، إذن فوراثة النبوة ووراثة الرسالة هي أعلى رتبة أيضا بعد أن تختم النبوة والرسالة. فقد ختمت النبوة والرسالة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إذن فما هي أعلى رتبة بعد النبوة؟ هي رتبة الوراثة لهذه النبوة. ووراثة النبوة إنما هي للعلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعندما شهد الله تعالى لنفسه بالوحدانية وثنى بشهادة الملائكة، ماذا أضاف؟ من أضاف مع الحق تعالى ومع الملائكة؟ أضاف أولي العلم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ولم يقل والبشر، أو لم يقل والناس، لأن الناس فيهم العالم وفيهم الجاهل، فخص أولي العلم. طب لماذا لم يذكر أولي العلم في الملائكة؟ لأن الملائكة ليس فيهم جاهل واحد، كلهم علماء بالله تعالى. أما الناس فمنهم العالم ومنهم الجاهل، فمن الذي له شرف وله أهلية أن يدخل في هذه الشهادة؟ هم أولو العلم. إذن فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام شموس وأقمار ونجوم طلعت في سماء الوجود ثم غابت بختم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولن تطلع بعد ذلك أبدا. ولم يبق في الأمة إلا بركة العلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فإذا عرف طالب العلم قدره ومكانته كان أسعد إنسان في الوجود، ولم ير لأحد مكانة أو فضلا عليه إلا مشايخه في العلم.
الذين تلقى عنهم العلم وتعلم منهم الخير، ولذلك ورد أن الملائكة تستغفر للعلماء ويستغفر للعلماء كل شيء في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، وذلك لشرف العلم وفضله. إذن فوراثة النبوة هي أعظم شيء في هذا الوجود. بعض الخلفاء في الدولة العباسية بيسأل أحد وزرائه ويقول له: ما أعلى مكانة ممكن يصل إليها الإنسان؟ فقال الوزير للخليفة: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين، أعلى مكانة هي مكانة الخلافة وهي رئاسة الدولة. فقال له: كلا، أعلى مني رجل في حلقة، رجل يجلس في حلقة يقول حدثني فلان عن فلان حتى يصل السند إلى رسول الله، فهؤلاء ذكرهم يبقى ولا يموت، الناس موتى وأهل العلم أحياء، فرجل له سند متصل برسول الله هذا هو أعلى مكانة من غيره، فلنعظم ما عظمه الله. وينبغي لطالب العلم إذا علم بهذا الشرف العظيم، حتى ورد في صحيح مسلم أن طالب العلم الملائكة تضع أجنحتها، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به أو يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وانظروا إلى كلمة العلم هنا جاءت منكرة، لم يقل من سلك طريقا يلتمس فيه العلم، وإنما قال علما نكرة، والنكرة تفيد العموم، يعني من سلك طريقا يلتمس فيه أي علم، فكل علم فيه خدمة للبشرية، علم الطب، علم الهندسة، علم الكيمياء، علم شؤون الحرب وفنون القتال، علم الاقتصاد، علم التاريخ، علم الجغرافيا، أي علم يحقق خير ونفع للبشرية. لماذا؟ لأن العلم في لغة القرآن ليس المراد به العلم الشرعي، يعني ليس المراد بالعلم علم الشريعة أو علم الفقه أو علم الأحكام أو السيرة النبوية، بل كلمة العلم مطلقة تشمل كل ما يسمى علما. ولذلك الآية التي ذكرناها منذ قليل وهي قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل المقصود بهم علماء الدين أو علماء الشريعة؟ لا. ليه؟ لأن السياق هنا ذكر في سياق العلوم الكونية، علوم الأرض والجبال والجيولوجيا والنبات والماء. اقرأ الآية من أولها: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلمة العلم هنا كلمة عامة، ليس العلم الشرعي. صحيح أن علماء الشريعة في مقدمة أهل العلم، لأنهم متصلون اتصالا مباشرا بالدين، أما كل العلوم الأخرى، علوم اللغة، في علوم يسموها علوم آلة، يعني هي أدوات وآلات لتحصيل العلم، وهناك علوم المقاصد، وهناك العلوم الحديثة. والعلم مهما استزدت منه، لو حفظت 1000 كتاب وعرفت 1000 علم لن تشبع من مواصلة البحث والطلب أبداً، لن تشبع. ولذلك ورد
منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، طالب المال لا يشبع أبدا، كما جاء في الحديث الشريف: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأراد ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولكن طالب العلم في هذا الزمن كأنه زهد أو كأنه شبع، مع أنه لذة العلم أعظم بكثير من لذة المال، لذة المعرفة. ولذلك مهما أوتي الإنسان أو مهما أوتيت الإنسانية كلها من علم، ماذا قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن فالبحث العلمي لا يتوقف، والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة. وقال بعضهم: وإذا علمت بأن العلم حمل، حمل مسؤولية، لأنه ليس المراد أن تصبح عالما فقط، بل ستسأل يوم القيامة عن كم؟ أربعة. عن إيه؟ عن الأربعة التي تسأل فيها: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما إيه؟ أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في المال في سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يبقى إذن ليس المراد العلم لذات العلم، ولكن حيترتب على العلم عمل. وإذا علمت بأن العلم حمل فأبصر أي شيء تحمله، يعني اعلم هذا الشرف العظيم الذي خصك الله به. كم ممكن تكون في مهنة، يمكن تكون في فلاحة أو في زراعة، لكن كون ربنا يختارك ويصطفيك ويشرفك بالعلم، فهذا والله فضل عظيم واختيار كريم. وإذا علمت بأن العلم حمل فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل، لأن العلم لا نستطيع أن ندرك قراره مثل البحر، ولا نستطيع أن نصل إلى نهايته. إذن فليشتغل طالب العلم بالأهم، فالأهم، فما هو أهم علم ينبغي أن نشتغل به؟ علوم الشريعة كلها مهمة، ولكن ما هو الأهم؟ أولاً أهم علم نحتاج إليه دائماً بصفة يومية لا نستغني عنه هو علم الفقه. حاجتنا إليه ماسة في عباداتنا وفي معاملاتنا وفي فتاوانا وفي جميع شؤوننا وفي أحوالنا الأسرية وفي الاقتصاد وفي الأمور التي يحصل فيها منازعات وخلافات. فينبغي على طالب العلم أن يتقن الفقه. وهناك كلمة الفقه إذا وردت في الشرع لا تعني علم الأحكام فقط، بل تعني الاهتمام بالعلم الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. علم العقائد مهم جدا، علم البلاغة، آلات هنا علم النحو، هذه علوم العربية هي آلة الفهم حتى نستطيع أن نفهم ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أنزل كتابه باللغة العربية بلسان عربي مبين: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فلا بد من تعلم العربية وعلومها، وعلوم العربية تصل إلى 12 علما، ليس علما واحدا في علوم العربية: البلاغة والبديع والمعاني وعلم النحو وعلم الصرف وعلم العروض. كل هذه العلوم آلات نتوصل بها
إلى فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فالزمن، الزمن الذي يعيشه الإنسان قصير، فعليه أن يغتنم الفرصة، يحرص أولاً على حفظ كتاب الله وعلى تحصيل العلوم الضرورية النافعة. يعني مثلاً إذا بلغ الطفل، بلغ مبلغ الرجال، ماذا يجب عليه أولاً؟ ما هو المهم؟ أن يعلم أو يعرف أحكام الطهارة. بلغ الحلم، عليه أن يعرف الاغتسال من الجناب، عليه أن يعرف أحكام الوضوء، بدل ما يشغل نفسه بفلسفة ابن رشد ويشغل نفسه بالعلوم الكونية والعلوم العقلية وهو لا يعرف أحكام الطهارة. إن هذا لشيء عجاب. فعليه أن يشتغل بالأهم فالمهم. إذا دخل شهر رمضان مثلاً، فعليه، أي على المكلف، أن يعرف أحكام الصيام. إذا أراد أن يحج أو يعتمر، فعليه أن يعرف أبواب أو مسائل الفقه في الحج والعمرة، كذلك في معاملاتنا في البيع والشراء. إذن فالفقه لا يستغنى عنه، حاجتنا إلى الفقه أشد من حاجتنا إلى علم الطب، لأن علم الفقه به حياتنا، به حياتنا الدينية، حياتنا الأخروية، به تصح عبادتنا وبه تصح معاملتنا. علم الفقه يعالج مرض الأجسام، لكن علم الفقه يعلمنا الشريعة والأحكام، كذلك علم الكلام، وكذلك كل العلوم المتصلة بالدين وبخدمة كتاب ربنا وفهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أن أقوله في هذا اللقاء المبارك. والآن نستمع إلى الحوار، إذا كان هناك شيء نتكلم فيه أو نسأل عنه. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في كل شيء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن ينورنا بنور العلم وبنور الفهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله عنا خيرا سيدي الدكتور الشيخ. قد يسأل سائل سيدي الشيخ، يعني هناك بعض أو من العلماء من بلغوا درجة عالية من العلم في العلوم الدنيوية كما ذكرتم، على غير علم الطب أو التكنولوجيا أو غير ذلك، لكنهم لم يوفقوا إلى خشية الحق سبحانه وتعالى. نعم، لقد أشار إلى شيء مهم، وهو أن ما المراد بالعلم؟ قلنا العلم البحث عن العلوم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، أو معرفة الشيء على ما هو به. فإذا عرفت الشيء على حقيقته أو على ما ينبغي أن يعرف به، فهذا هو العلم. أما الجهل، أن تعرف الشيء على خلاف ما هو عليه. والجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو أنك لا تعرف، لا تدري، إن سئلت عن شيء فتقول لا أدري، هذا جهل. أما إذا أخبرت عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فهذا هو الجهل المركب. والجهل البسيط أمره هين وشأنه سهل، لأنه يمكن معالجته. أما الجهل المركب فإنه يحتاج إلى عناء وإلى بذل جهد في إزالته. إذن لو نظرنا إلى قوله تعالى، وقد تفضل الأستاذ المبارك بهذا السؤال، كثير من هؤلاء الذين يدرسون في المجالات الكونية، علم الطب والهندسة وغير ذلك، لا يصلون إلى مقام الخشية، حيث ذكر الله تعالى في هذه الآية أن الذين يخشون الله تعالى حق خشيته هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما
تعبيرها في اللغة تسمى أسلوب قصر، بمعنى أن أعلى الناس وأرقى الناس الذين يصلون إلى مقام الخشية هم العلماء. لكن نرى كثيرا من هؤلاء الباحثين في هذه المجالات لا يصلون إلى مقام الخشية. لماذا؟ لأنهم لم يطلبوا العلم من الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو العلم في لغة القرآن؟ العلم في لغة القرآن هو الذي يوصلك إلى خشية الله. فكل علم يقطعك عن مقام الخشية والتعظيم لله تعالى لا يسمى في لغة القرآن علما. إذن فالمشكلة عند هؤلاء أنهم بحثوا عن العلم أو وصلوا إليه لغرض دنيوي وليس للوقوف على الأسرار وللوقوف على مظاهر القدرة والإعجاز في هذا الكون. فلو فعلوا ذلك لوصلوا إلى مقام الخشية، وكثير منهم هداه الله سبحانه وتعالى، يعني بعضهم بعض الغربيين الذين لم يعرفوا الإسلام ولا القرآن، عندما قرأ بعضهم هذه الآية: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، قال: كيف وصف محمد صلى الله عليه وسلم أعماق البحار وطبقات المياه مع أنه طول حياته لم ير بحرا ولم يركب البحر؟ فعلم أن هذا القرآن من عند الله وليس من عند بشر، فوصل إلى الإيمان، ومن الإيمان ترقى في العبادة حتى وصل إلى مقام الخشية. إذن فلا بد أولا في طلب العلم أن نطلبه لله، أما إذا طلبنا العلم لغير الله فلن يوصلنا إلى مقام الخشية. كثير من طلبة العلم في هذا الزمان يطلب العلم من أجل الشهادة، حتى يقال فلان حصل على أعلى شهادة في العالم، أو من أجل الوظيفة، أو من أجل السفر، أو من أجل المال. إذن فهل يمكن أن يصل هذا إلى مقام الخشية؟ لا. لو أن كافراً طلب العلم من أجل الوصول إلى الحقيقة لهداه الله تعالى إليها. وقد سئل رجل من كبار علماء النصارى، كان بدرجة أسقف كبير في كنتبري في بريطانيا، وسئل سؤال كان اسمه قبل الإسلام ديفيد بنيامين كيلداني، كان أصله من إيران ولكنه تدرج في درجات الكهنوت حتى وصل إلى درجة عالية في علم اللاهوت، وأخيرا أعلن إسلامه. فسئل: ما هو السبب في إسلامك؟ أجاب إجابة عظيمة، هذه الإجابة لا ينطق بها إلا العارفون، إلا من تربوا على هذه المقامات أو كانوا في مثل هذه الزوايا التي فيها تعليم مقام الإحسان الذي اصطلح على تسميته في هذا العصر باسم التصوف. سئل هذا الرجل: ما هو السبب في اعتناقك للإسلام؟ قال كلمة موفقة: والتوفيق من عند الله وحده، وما توفيقي إلا بالله. قال: لم يقل السبب هو البحث أو هو التجارب أو هو إعمال العقل، ولكنه قال: السبب الوحيد في هدايتي إلى الإسلام أو في اعتناقي للإسلام هو الهداية الإلهية التي كان من الممكن لولاها أن تصل بي جميع علومي وأبحاثي إلى الضلال. يعني كان ممكن أكون من كبار المضلين لولا التوفيق الرباني. وهذا ما نطق به القرآن، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
فلم يرجع الهداية إلى العلم وإنما أرجعها إلى الله تعالى. إذن فالذي يرى نفسه أو يرى ذاته حتى ولو كان من كبار الأنبياء والمرسلين فإن الله تعالى يرد الفضل كله إليه. عندما سئل سيدنا موسى عليه السلام من أعلم الناس؟ فقال أنا. كان ينبغي أن يرد العلم إلى الله، فالله تعالى ألجأه إلى عبد صالح بمجمع البحرين حتى قال له الكليم عليه السلام هل أتبعك على إيه؟ على أن تعلمني مما علمت رشدا. نبي وكليم الله يقول لهذا العبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فيقول له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر، ويشترط عليه يقول فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. إذن فالعلم لا ينال إلا بالصبر والحرص، لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. جزاكم الله عنا خيرا سيدي الشيخ، بركتم ونفع الله بكم. طيب سيدي الشيخ، لو التمسنا أو طلبنا منكم أن تحدثونا عن بعض آداب طلب العلم، فكثيرا ما يتعلق أو يرشدنا مشايخنا إلى العلم وإلى الالتزام بطلب العلم سواء كنا معلمين أو متعلمين، تفضلوا. أفضل شيء في طلب العلم الانكسار والذلة والتواضع، هناك أبواب للخير، حتى قال أحدهم الجنة تعددت أبوابها، هناك باب للصائمين، باب لأهل العمرة والحج وأهل الجهاد إلى غير ذلك، ولكن هناك باب لم يرى عليه ازدحاما وهو باب الانكسار والتواضع لله سبحانه وتعالى. سر الفتح هو في تواضعك وانكسارك، يفتح الله تعالى عليك بأنوار العلم والفهم. إياك والغرور والتكبر على الآخرين، وعليك أن تعرف أن الله تعالى يمن على من يشاء من عباده. قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص الله تعالى سليمان بالفهم ولم يجعل هذا لسيدنا داود عليه السلام، مع أن كل منهما عنده علم وفهم وعقل إلى غير ذلك. فلا ينبغي أن تكون هناك شيء من المحاسدة، لابد أن تكون المنافسة الشريفة، إنما الحسد والكبر وانتقاص الآخرين لا. الله تعالى يعطي قد يكون عند إنسان من الفهم أو من العلم في شيء ما ليس عندك، وأيضا عندك أنت من الفهم ما ليس عند غيرك. وأعلم الناس من يطلب علم الناس إلى علمه، ولا يزال الرجل عالما ما طلب العلم وهو في حالة الطلب، أما إذا قعد عن الطلب وظن أنه علم فقد جهل، فقد جهل جهلا شديدا. يطلب العلم إلى متى؟ إلى متى نطلب العلم؟ ليس له وقت ينتهي. العلم من المهد إلى اللحد، من المحبرة إلى المقبرة. ولذلك خاطب الله تعالى نبيه بقوله وقل ربي زدني علما، في آخر لحظة وقل ربي زدني علما.
فالزيادة في العلم لا نهاية لها، وفوق كل ذي علم عليم. بارك الله فيك سيد الشيخ. الآن إذا أردنا أن نسألكم عن علم القراءات أو علم القرآن الكريم، وقبل قليل كنا مع سيد الشيخ أشرف أن نتعلم تلاوة القرآن الكريم، يعني فما هي أهمية هذا العلم بالنسبة لطلاب العلم ولجميع المؤمنين الذين يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله، القرآن الكريم كتاب عصمه الله تعالى من الخطأ والزلل والتحريف. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل تكفل أو أمر الله تعالى أصحابها اليهود والنصارى بحفظها فضيعوها وحرفوها، وقال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. إذن القرآن الكريم لم يجعل الله تعالى حفظه لأحد، بل تولى حفظه بنفسه، فلم يضع من القرآن حرف واحد حرف واحد. كانت هناك قصة غريبة أو عجيبة، أدخلت واحد من أهل الكتاب في الإسلام، أو أظنه من طائفة أخرى من المجوس. هذا الشاب هو كان شابا، وكان في أيام بعض الخلفاء العباسيين، وكان خطه حسن، كان خطه جميل جدا. فلما رأى الخليفة أو الأمير حسن خطه قال له من باب يعني الحرص على مصلحته، طلب منه أن يعتنق الإسلام، يعني مثل هذا يكون مكسب عظيم إذا دخل الدين الإسلامي. فأبى الشاب، رفض، وقال: إنه أو إن لي دينا، فكيف أترك ديني وأدخل في الإسلام؟ فالخليفة تركه، لأن الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين. ولكنه بعد سنة عاد إلى الخليفة وهو مسلم، فاستغرب وقال: لقد عرضنا عليك الإسلام، وكان يمكن في وقتها تأخذ جائزة أو تنال قصرا أو مكانة عندنا، فما الذي حدث؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أردت أن أمتحن هذه الأديان الموجودة في العالم. قال: فذهبت إلى بيعة أو كنيسة عند اليهود فيها أحبارهم وفيها علماؤهم، وجئت بنسخة من التوراة وكتبتها بخطي الحسن الجميل، ولكني أدخلت فيها زيادات ونقصت منها، وأعطيتها بهذه الصورة الجميلة لعلماء اليهود، فلم يكتشفوا ما فيها من التزوير والزيادة والنقص، وفعلت هذا مع علماء النصارى. قال: وجئت إلى القرآن، فجئت بالمصحف وكتب المصحف كله ولم يدخل فيه كلمة زائدة إلا في آخر سورة الفتح، كتب: محمد رسول الله والذين معه، راح كاتب جنبها: صلى الله عليه وسلم. كلمة جميلة، لا يشعر أحد أنه أدخل في القرآن شيئا مخلا. قال: فتصفحها العامة ليس العلماء، فلما رأوا هذه الزيادة أوجعوني ضربا وقالوا: كيف تدخل في كتاب الله ما ليس منه؟ فلم يقبلوا الزيادة حتى لو كان فيها ثناء أو صلاة على رسول الله. قال: فعلمت أن هذا الكتاب هو الكتاب الحق، فاعتنقت الإسلام، عمل امتحان
للأديان الموجودة، فكان النجاح الباهر لهذا الدين الذي حفظه الله. فالله تعالى أنزل لنا هذا القرآن العظيم، ومن باب التيسير والتخفيف على الناس، ولأن لهجات العرب ولغاتهم مختلفة في النطق بالحروف، يسر الله تعالى قراءة هذا القرآن بطرق مختلفة. فمثلا هناك الإمالة، هناك الإدغام، هناك التقليل، هناك تقديم كلمة على أخرى. ولهذا حدث مرة بين الصحابي الجليل سيدنا هشام ابن حكيم وسيدنا عمر، اختلفوا في قراءة سورة الفرقان، فسمعه عمر يقرأها فيقول: لم أقرأ أو لم أسمع هذه القراءة من رسول الله. فقرأ سيدنا عمر فقال هشام: لم أسمع. فاختلف، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا عمر. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. اقرأ يا هشام. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا بأيها شئتم، فكلها كاف شاف. إذن فالله تعالى أذن لنا أن نقرأ القرآن على أوجه مختلفة. وقد حفظ لنا الأئمة العلماء الذين قيضهم الله تعالى لنا القراءات المتواترة، حتى القراءات الشاذة موجودة أيضا، حفظت ودونت ونظمت. وأعظم نظم انتفع به الناس نظم الإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه، المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، نظم فيه القراءات 7. وهناك أيضا نظم ابن الجزري في الطيبة، نظم القراءات 10، فحفظت القراءات ليقرأ الإنسان بأي وجه منها، وهي قراءات صحيحة متواترة سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعها التابعون من الصحابة، وهكذا حتى وصلت إلينا، فكلها محفوظة. والحمد لله هناك ضوابط وشروط ذكرها ابن الجزري، فقال: وكل ما وافق وجه النحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه 3 الأركان، وما اختل ركن أثبت شذوذه لونه في 7. فهناك ضوابط، وهناك حفظ الله تعالى القرآن ويسره. فهذه البلاد تقرأ برواية ورش، وكان في مصر قديما كانت قراءة ورش، فورش أصله مصري، إمام أهل مصر، رئيس أهل مصر في القراءة. وكان تقرأ في السودان رواية أبو عمرو الدوري، وما زالت أيضا في بعض بلاد اليمن إلى الآن. في ليبيا تقرأ رواية قالون، والحمد لله هناك نهضة علمية وانتشار في القراءات. طبع القرآن الكريم طبعات كثيرة بروايات مختلفة، طبعت رواية قالون، وطبعت رواية ورش كثيرا، وطبع رواية البزي، وطبعت رواية الدوري، ورواية السوسي. وهناك مصاحف منتشرة صوتية وورقية إلى غير ذلك. هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا سيدي الشيخ الدكتور. لعلنا نختم بسؤال أخير، ولعله طلب منا ومن سادتنا الطلبة والعلماء، أن تبينوا حفظكم الله المنهج الصحيح في طلب العلم، وكيفية يعني طلب العلم ومدارسة العلم، والحال الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قبل دعاء الختام، فتفضلوا. هو في 5 أشياء لا بد منها في المدرسة العلمية، من غيرها لا ينفع أو لا يكون طلب العلم على المنهج الصحيح كما تفضلتم. العملية التعليمية عاوزة إيه أو متطلباتها ماذا؟ 5 أشياء.
أول شيء طالب وأستاذ، يعني المكان مش فيه أستاذ كيف يطلب العلم؟ هل نفعل كذا نطلب العلم من أنفسنا أو نقرأ في الكتب مباشرة فنفهم فهما خطأ ونقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بإيه؟ بموت أو بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فإذا لا بد من الأستاذ، والذي يتعلم من نفسه أو بغير أستاذ ينحرف انحرافا خطيرا ويضل أكثر مما يهدي ويفسد أكثر مما يصلح. إذن فالعلم له كم مكون؟ قلنا 5: الطالب، الأستاذ، الكتاب، المنهج، الجو العلمي. يعني يكون كذا يخلق جو. كنا دائما في الجامعة إذا دخلت مثلا تسمع الطلبة يسألون في النحو والفقه والمعاني تشعر أنك في مدرسة علمية، بخلاف الآن تدخل جامعة أو مدرسة فتسمعهم يتكلمون في السياسة والتجارة كأنك في سوق وليس في جامعة. الجو العلمي هذا هو الذي يخلق فينا الحب والاعتزاز بالعلم. الآن لا يوجد العلم إلا في قاعة المحاضرة وقاعة الدرس، أما كان في فناء المدرسة أو في صحن المسجد لا تجد الناس يتحدثون إلا في مسائل العلم. فلا بد من خلق الجو، البيئة، تهيئة الجو. فلا يتحدث في المدارس أو في الزوايا إلا في قضايا العلم وقضايا الفقه، أما قضايا التجارة والسياسة لا ندخلها في العلم فتفسد علينا العلم. نأتي بعد ذلك إلى كتاب، لازم يكون فيه كتاب منضبط، والكتاب الذي ينفع للمرحلة مثلا الأولية لا ينفع، وهكذا يكون فيه تدرج. ما ينفعش نجيب الكتب الكبيرة أمهات الكتب ندرسها في أول الطلب. يعني وجدت بعض الناس انتقل مباشرة من مجال الطب إلى أنه يريد أن يصبح مفسرا لكتاب الله، فأول ما جاء بتفسير ابن كثير. قلت له لا تستطيع القراءة فيه، لابد أن تتلمذ أولا وتأخذ صغار العلم قبل المسائل الصغيرة قبل المسائل الكبيرة. إذن فلا بد أولا نخلق الجو العلمي، نهيئ المناخ العلمي، ثم بعد ذلك الطالب، الأستاذ اللي هيتلقى عنه لازم يكون الأستاذ مؤهل، عنده أهلية، يكون عنده مقدرة، مش مجرد أستاذ منظر وشكل، لابد أن يعلم وأن يؤثر في الطالب. يبقى الطالب، الأستاذ، الكتاب، ولازم يختار الكتاب ليناسب المرحلة، وما يكونش كتاب طويل حتى ننتهي من الكتاب ونأتي على جميع مسائله، إنما إذا جئنا بمجلدات ضخمة لا نستطيع الانتهاء منها. كتاب، أستاذ، طالب، الجو العلمي، المنهج يعني الطريقة كيف نتعلم. ممكن تكون هناك طرق حديثة بالتصوير، بالرسم، بالألوان، هذا لا بأس فيه. هناك وسائل جديدة يستطيع أن يتلقى بها الطالب العلم. المهم هذه هي المكونات الأساسية فلنحرص عليها. أهم ما فيها هو الطالب والأستاذ، وعلينا أن نحرص على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه من مراعاة الآداب والالتزام بالتقوى والخشية. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. من شدة حرص طلبة العلم على الحضور المبكر والالتزام بمواعيد الدرس كان لا يمكن يدخل طالب واحد متأخر، لا يمكن، هذه لم تحدث إلا في زماننا. قبل ذلك آخر من يدخل هو الشيخ أو الأستاذ، فيكون جميع الطلبة قد حضروا، لا يتخلف منهم أحد إلا إذا كان عنده عذر أو مريض. إنما لا يمكن أن يأتي الطالب بمزاجه بعد نصف ساعة من الدرس أو بعد أكثر، أو يأتي في آخر الدرس فلا يفهم شيئا.
كان الإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه يقرأ في المدرسة الفاضلية علم القراءات، كان يقرأ بعد صلاة الفجر، وكان حرص الطلبة شديدا، حتى كان واحد منهم ينام في المسجد بعد أن يصلي الناس صلاة الصبح يبدأ درس العلم. وكان الشيخ عادته إذا جلس أن يقول: من جاء أولا فليقرأ. هذه كانت عادته، يبدأ القراءة بأول واحد حضر. وهذا الطالب كان لا يسبقه أحد، لأنه كان يبيت في المسجد، فكل يوم يقول الشيخ: من جاء أولا فليقرأ. ولكنه في بعض المرات غير عادته فقال: من جاء ثانيا فليقرأ. ففزع الطالب وقال: ما الذي حدث؟ والإمام الشاطبي كان صاحب مقامات وصاحب ولاية، كيف، ما الذي حدث، ما الذي جعل الشيخ يغضب مني؟ أخذ يفكر ويفكر حتى تذكر أنه أصابته جنابه، ومن شدة حرصه على العلم نسي أنه جنوب، فذهب بسرعة واغتسل، ثم رجع وجلس في الدرس قبل أن يفرغ الأول، فلما فرغ من قراءته قال الشيخ: من جاء أولا فليقرأ. فقرأ الطالب. هذه من كرامات الشيوخ، الفتح، كشف الله له حال التلميذ. وكان الشيخ في أيامها يسمى المربي، لا يسمى المعلم، يسمى المربي. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو طفل صغير جاءت به أمه وألبسته العمامة وذهبت به إلى ربيعة وقالت له: علمه من أدبك، من سمتك، قبل أن يتعلم من علمك. إذن فلا بد من الأدب، لا بد أن يتحلى طالب العلم بمحاسن الصفات، لا بد أن يكون على منهج قيم مستقيم حتى ينفع الله تعالى به البلاد والعباد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله عنا سيدي الشيخ الدخدور أفضل الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه منكم. أيها الإخوة الأكارم، نصل الآن إلى نهاية هذا العدد من الندوات المحمدية المباركة. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يدخلنا سبحانه وتعالى في عباده الصالحين. فباسمكم جميعا نجدد شكرنا الجزيل، ونجدد عرفاننا بالجميل لسيدي الشيخ الدكتور جمال فاروق جبريل محمود من جمهورية مصر الشقيقة، فجزاكم الله عنا سيدي الشيخ أفضل الجزاء، ونفع الله بكم. وخير ما نجعله مسك الختام في هذه الجلسة المباركة دعوة صالحة تتفضلون بها، جزاكم الله عنا خير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا وهدى وعلما ومعرفة يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وزدنا معرفة وزدنا في التقوى وزدنا في الخير، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وإنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تباعد بيننا وبين معصيتك كما باعدت بين المشرق والمغرب. ونسألك يا رب العالمين أن تنفع بهؤلاء الحاضرين من طلبة العلم والأئمة والفقهاء، وأن توفقهم لما تحبه وترضى، أن تجعل هذه الزاوية عامرة بالعلم والعلماء والذكر والقرآن، وأن تكتب لها النفع، وأن تعم نورها وفضلها وإرشادها في بلاد الجزائر،
وفي سائر بلاد العالم الإسلامي يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.